قامت قيادة الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الانشطه والفعاليات المميزه خلال شهر ديسمبر الماضي هذا وقد ذكر المتحدث العسكري ان الفعاليات تضمنت تنظيم زيارات لطلبه الجامعات لعدد من المشروعات القوميه العملاقه وعدد من الوحدات العسكريه بالاضافه الى زياره معرض اديكس 2021 وكذا تنفيذ زياره لطلاب جامعه بني سويف لمصابي العمليات الحربيه على جانب اخر تم تنظيم الندوه التثقيفيه السابعة والعشرين والندوه والسادسه عن الثقافه الرقميه في ظل ازمه كورونا وفي نهايه الندوه تم تكريم عدد من اسر الشهداء وعدد ايضا من اصحاب الهمم الحاصلين على بطولات رياضيه على مستوى الجمهوريه